السادس عشر من أكتوبر، بهذا اليوم تتم المظاهرات المشتعلة في إيران شهراً بأكمله. لم يعرف به المدنيون سوى الغضب والنزول إلى الشوارع مقابل رد قوات الأمن بنهجها القمعي. إيران ذلك السجن الكبير بالنسبة للمتظاهرين بميادينها وساحاتها. ترددت أصواتهم في معاقل النظام واشتعلت أعمدة الدخان تحديداً في سجن إيفين. السجن الأسود الذي يقبع فيه الآلاف تحت الظلم والتعذيب، ليلى شهدت حريقا هائلا في هذا السجن الذي يضم سجناء سياسيين ونشطاء مناهضين للحكومة في العاصمة طهران. تخللتها مواجهات بين السجناء وحراس السجن. نيران أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 61 آخرين بحسب الرواية الرسمية للسلطات. أخمدوا الحريق بعد عدة ساعات مع بث التلفزيون الرسمي مقاطع فيديو تظهر عودة الهدوء إلى السجن بعد تضرر سقوفه كما نرى. وأظهرت اللقطات أيضا بعض النزلاء نائمين بعد أن تمت السيطرة على الحريق. إن حريق بعلت درگیری بخشی از زندانیان داخل مجموعه زندان در کارگاه خیاطی که حالا به دلیل کارآفرینی اونجا ایجاد شده بوده. المعارضة الإيرانية اتهمت النظام بتلفيق روايات من أجل التغطية على جرائمه المتواصلة بحق المواطنين، كما ردت المعارضة على ادعاء وكالة فارس للأنباء التابعة للنظام الإيراني بعد نشرها رواية بخصوص هروب بعض السجناء من سجن إيفين ودخولهم بحقل ألغام، وأشارت إلى أن تصريحاتها ما هي إلا تغطية لتصفية السجناء جسديا. فيما حمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين بدون وجه حق، وأكد ضرورة إطلاق سراحهم فورا. إذن إيران خطت شهرا كاملا بغضب وتستفتح شهرا آخر برقعة أكبر من الاحتجاجات. آخر من أشاد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عبر عن إعجابه بالنساء الإيرانيات التي أبدين شجاعة استثنائية. تصريح استنكرته السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، اعتبرته تدخلا صريحا في أعمال الشغب، مضيفا أن إدارة بايدن تستميت لتأجيج الاضطرابات تحت ذرائع مختلفة، وهذه عادته الاصطياد في الماء العكر على حد وصفه.